تاني يستلم ربيعة تمريرة أمامية يلغي بيها كل المسافات والمشاوير ممكن تسديده خطيرة جول 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 حسام حسن يعوض اللعبة اللي ضيعها بعد سبع دقايق يتقدم النادي الأهلي بهدف عن طريق حسام حسن اتعملت حلو في الجبهة اليمين قلت هيواجهوا مشاكل كتير لعيبة الغابة وهنشوف النهاردة سكور الشكل بيقول لك كده والأداء بيقول لك كده أدي اللعبة وكان متأخر في التغطية نبيل إسماعيل واتعملت هناك في القايب البعيد ما قدرش حتى يعمل عليها تراي ومحاوله عمرو ياسر واحد عند علي لطفي يشيلها لقدام علي لطفي حلوه يا ولد يا لعيب يبدا بيها هجمه علي لطفي عند محمد هاني يسندها له حلوه قوي محمد محمود دخل لجوه هاني خطيره ممكن عبد القادر جول 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 احمد عبد القادر في الدقيقه 17 الأهلوية مسيطرين الاهلاويه مسجلين جولين لغايه دلوقتي لقاء ودي انما لازم نقول جول ولازم نحفز اللعيبه اللي موجودين وقلت ان التجارب دي بتجيب بعض العناصر اللي ما كانتش بتشارك بشكل اساسي او الوافدين الجدد او اللعيبه الصغيرين ادي العرضيه وبدايه الهجمه اللي عملها كويس قوي محمد هاني من الطرف اليمين واحمد عبد القادر انما سابها له حسام حسن الراجل بتاعت المباراه مين الخمس اسماء من اللعيبه الصغيرين اللي هيكملوا ويبداوا الموسم مع تشكيلة النادي الأهلي استلام مرة تانية من عبد القادر أحمد عبد القادر دخل لجوة ممكن الجون الثالث جول 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 محمد محمود سلامات سلامات يا محمود يا بلديات حظه وحش قوي الولد ده لعيب جامد محمد محمود والإصابة تتعمل فيلم إيه؟ فيلم تراجيدي إصابة محمد محمود مرتين رباط صليب الله يكون في عونه وبيرجع الراجل آدي ببطن رجله بيحطها عرضية بلسم وحاططها كمان مفيش أحلى من كده محمد محمود يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي ثلاثية أهلوية في الدقيقة 22 منتصف الشوط الأول تقريباً و محمد محمود هو اللي بيسجل موجود مع فريق الشرطة شوف الأسماء الكبيرة دي شرطة وإسكو وبلاستيك وشمس تمانينات وتسعينات كانوا في الدور الممتاز حاجة تزعل أندية الشعبية مش هنقول بقى انها بدات تتوارى ولكن تنقرض تماما محمد هاني خطيره يا ولد جول 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 مدفع محمد هاني اربعه وادي بيسقف لهم كده مخطط الاحمال رانجوجا هدف للنادي الاهلي الرابع عن طريق محمد هاني في الدقيقة 35 اللي سمع اللقاء من اوله في اول ثلاث دقايق قلت هنشوف مهرجان اهداف والفارق في المستوى باين جدا محمد هاني واحد من اللعيبه اللي بتأدي بشكل جيد النهارده بيسجل مع الدقيقة 34 محمد محمود كان سجل في الدقيقة 2 النهارده اداء جيد جدا للعيبه اللي مسجلين لغاية دلوقتي اربع تجوان وبيقربوا من الجون الخامس عرضيه وحيد الجون الخامس جول 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 كريم فؤاد بيسجل هدف للنادي الاهلي لا لا ده جوان كتير ده احنا عايزين ورقتين الورقه الصغيره اللي معايا دي مش هتكفي ادي كمان كريم فؤاد سجل عندك في الدقيقه 36 يبقى خمسه للنادي الاهلي اللي قلت اقربه من الجون الخامس رجع حسام حسن قام بدور مصمم الهجمات وهو اللي بدا الهجمه عند محمود وحيد تقريبا ثلاث تجوان من الجبهه الشمال بدا يتحرك بيها لعيبه النادي الاهلي من الاجوان اللي اتسجلت النهارده ومن الطرف بتاع محمد هاني سجل جون وصنعوا جون على مستوى الاداء الهجومي ثاني كره منقوله تمريره بينيه ممكن خطيره خطيره ممكن جول الجول السادس الجول السادس للنادي الاهلي ادي موسيماني هيبدا بقى في اعتقادي يد اللعيبه اللي قاعده بره لعيبه الشباب وهي على الارض كريم فؤاد انما جون سادس للنادي الاهلي في الدقيقه 37 اتعملت حلوه قوي التمريره من كريم انما كان تدخل معاه هنشوف كده اللعبه اللي جابها زياد طارق الدقيقه 37 الجون السادس زياد طارق زياد